يمه مصيبه يمه مصيبه. بطل الباب يا حايل. بطل الباب يا حايل. بطل الباب يا حايل. تلين تشتري يا تلين. من شفتك تبوقي من محل اليوم الصبح؟ انا وريت اراويك 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 اراويك. ما عجبني. اشوف هذا يجنن. كم هذا؟ 500 بس. واجد. اسوي لك ديسكاونت فيزا على فكره. اشوف طلع لي العقد. كم هذا؟ 350. لا ما عجبني. لا مشكور. مشكور. قول بسم الله. توني راكب السيارة وقعدت تحلطم؟ أكيد بتحلطم. بعدين تعالي، صار لك 5 ساعات بالسوق ما أشوف شاري شيء. من قالك ما شريت شيء؟ وين الأكياس عيل؟ ما أحب أشيل معي أكياس، كشف شنطتي. شنطتي. وبعدين شريت لك هدية. بدون تشيز ولا صندوق. ها. على مستواك. يلوموني بحبك يا أخي. يلوموني بحبك. مطول أنت؟ لا يبا الحين أحرك أف عليك. يلا. بسم الله. نعم خير. من متى لاحق؟ من شفتك تبوقي من محل اليوم الصبح. انا ما بك شيء من محلك. لا تقعد تتبلى. لا لا يبا لا تبلى ولا شيء. خاتم اللي بيدك بس صراحه حلو عليك. عادي يبا عادي لا تحاتين. فدوى الخاتم مو مهم. ايش قصدك؟ كل خير. ممكن اتعرف عليك؟ فيها بنتي. ذكر الله يا خالة بنتك ما فيها شيء. ترى بنتي تليل مسكينة وبنات الحرام قصوا عليها وخلوها تسرق ولا هي عمرها ما مدت يدها على شيء مبلها والله. ما عليهم جزاع. ترى الموضوع يبي له سعة صدر سعة بال. ها صح كلامه. سعة صدر وبال بس ما يبي لها شيء. انت معاهم؟ لا انا ما لي شغل. تفضل اطلع برا. اي خير. تكفى ابي اشوف بنتي. الحين بتشوفينها ان شاء الله. هذه البنت تعتبر طفلة، ليش قاطينها بالحجز؟ عمرها بسن القانون يقول انها مو طفلة. صح كلامك استاذ صح. سكتي. ليل يمه بنتي يمه. ليش ليش تسوين في امك كذي يا ليل؟ ليش ليش تسوين كذا؟ الحمد لله يا عم شكاهي بخير البنت. الحين احنا ناطرين صاحبه السياره وابوها جايين ان شاء الله بالطريق. وبعدين بنروح البيت. انتم راح تروحون بس دلال عليها قضيه سرقه ما راح تروح معك. يا ولد يا اختي بتنام بالسجن مع الحراميه؟ داخله على الله بدم عليك وبشاربك. ما تخلي بنتي في السجن. انا قاعد مكانها واقفلها وبكره اختها تجيبها. تكفى الله يخليك. اهدي يا خاله اهدي. صلي على النبي. استاذ عادل بخليكم 10 دقائق هني بجيب لكم شاي وماي وحاولي تهدونها. طلع عيالي براءة. يمك تكفى طلعهم براءة. طلعهم كلهم؟ أجل تختار منهم. وش فيك يا ناصر؟ هات من صدقك أنت تتكلم. وش أنت تتكلم؟ إيه طلعهم كلهم. منو تبون أنتم؟ يا ولد هي نقوة هي من نبي. يعني ناخذ جوري ونخلي جزاء. مجنون أنت يا مرة. اسمعي مني. يا الأرض مثل الذهب سواء بديرتك ولا برا ديرتك. أنت شنت حافظة فلوسك. والله أنا ودي من زمان بشتري بس بعد كلامك الحين لازم أشتري. إيه لازم تشترين. أنت وجهك مبين عليك ذكائك زايد وذكائك الزايد هذا ممكن يقطك في مصايب. ووقت المصايب تحتاجين فلوسك. ما حد ينفعك غير فلوسك. والله كلام الصج. ذكاء الزايد هذا اللي جايب لي المصايب. إيه زين. أجل خلاص أنت تستاهلين تكونين واحدة من ملاك العقار ولا؟ شورتك هداية الله. زين بتدفعين كاش ولا كينة؟ لا والله معي كرت البنك. هي زين على ما تشربين قهوتك. إلا الأوراق جاهزة وأمورك كلها طيبة. يمه مصيبة يمه مصيبة. وش الجديد يا بدير؟ حياتنا كلها مصايب. أقولك يمه مصيبة بس هالمرة لك أنتي. أنا؟ إي إيش فيها فهمينة وش صاير؟ أنا شو مسوية؟ تعالي يمه. بطل الباب يا حرامية يا حرامية نصابة. بطل الباب بطل الباب بطل الباب بطل الباب. يا ولي هذول منو؟ أنت نازلة انتخابات؟ انتخابات؟ لا يا
يوم ما سمعتهم يصرخون يقولون عمش نصابة نصابة كبيرة. أنا نصابة؟ الحين أبدل وانزل لهم وش يعني؟ يا بنت الحلال اذكر الله، خليني أنا أروح أفهم السالفة وأجي أفهمك. لا 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 يما نصيحة، لا تروحين لهم. ما في إلا الخير، أنتوا وش فيكم؟ كبرين السالفة. عمشة ما يصير تاخذين كل الأمور على ضحك، ترى مو غشمر الموضوع. جزاء يا وقتك، أنت مو شرطي؟ اطلع لهم. هذه أمور حريم، أنا ما تدخل، لو سمحت اسكت. هذولي موي حريم، هذولي زباين الشركة اللي أمي تشتغل فيها. أنا قعدت أمي وهي جاية تصرف معاهم. أنا سمعتهم يقولون إنها سراقة ونصابة. لا لا لا، عميشة مرة طابت على خوالها مثل أخوها. وأنت إيش عرفك؟ هيو هذا أم عميشة. يما لا تظلمين، ترى الظلم ما هو بزين. اسكت أنت بس. وش صاير؟ إيش فيكم؟ عسى ماشر. إيه تسوي نفسها مسكينة ما تعرف شيء. جميل ترى كلش مو وقتك. يما أنا سمعت الحريم اللي برا يقولون أنت بايعة عليهم أراضي وهمية وفلوسهم راحت. شلون وهمية وشلون؟ وبعدين إذا عندهم شيء يروحون الشركة لا يجون بيتي. هم شلون عرفوا عنوانك؟ أنا بصراحة يعني هم يجون يأخذون أراضي بمبالغ كبيرة ها؟ وأنا كنت يعني أوجبهم أجيبهم بيتي أقلطهم وأقهويهم. وليه يما ليه؟ مفتاح انتخابي انتي؟ ليش تبين العلاقات الاجتماعية يا خالتي عمتي عمشة؟ انت شفيك؟ اسكت اسكت. جزاع يمك ساعدني. شو ساعدك؟ ادق على الربع في الدوام اقول لهم امي تسرق. جزاع ساعدها يا اخي، ايش فيك انت؟ بس خلاص عاد. ما عليه يا جزاع، الحين امك سراقه. انت تخبر ان امك سراقه لكن الله يسامحك، حقوق الوالدين ما هو بزين، بس شغلي معاك بعدين. انا بطلع لهم اصلا، انا ماني بخايفه. ماني بخايفه انا. اي والله. يما لا 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 يما يما يما. بطل الباب يا النصابة يا الحرامية. وش صاير؟ وش فيكم؟ وش صاير؟ نبي فلوسنا الحين. انتي مو تقولين اللي تصدرينه ومنك واثقة منهم؟ اقول عندكم شيء روحوا للشركة، تراني موظفة ما عندي شيء. رحنا الشركة، طلعت الشركة فاضية، الناس اللي فيها اختفوا، ما حد موجود هناك. يويلي انتم متأكدين؟ متأكدين. يما يما انا اقول ادخلي داخل، معليش منهم. انا ماني بخايفه منهم، بالذات هذه ماني بخايفه منها. انت خايفه انا اوريك. اي اراويك 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 لا 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 يا هذه الحرامية من هالشب بيتها بعد ما باقى كلامنا وفلوسنا، رحنا ماشيين من هني لين ترجع فلوسنا. وي حاكي طلعت حرامية عودة، ما بقى أحد ما انصبت عليه. عمتي مو حرامية يما، لا تقول عنها كذي.